الذي وصف نفسه بالباسط والقابض والمعطي والمانع والرافع والخافض، الذي استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الرب الذي أولد الوجود وخضع له كل موجود، لما خلق هذا الكون وأوجد الموجودات جعلها على قسمين ونوعين، قسم أخضعه لطاعته إخضاعا لا خيرة له فيه، فهو يعبد الله جل وعلا ويذل لعظمته ويخضع لجلاله بلا خيرة، يسجد لله سبحانه وتعالى دون أدنى تردد ودون أي مجاهدة. خلقه الله أول ما خلقه خاضعا له سبحانه وبحمده، وعالم الجمادات وعالم النباتات ضخمت أو دقت، شوهدت أو توارت، تجلت أو اختفت، ما ظهر وما بطن منها كلها لله تعالى ساجدة ولجلاله سبحانه مسبح. ومنها قسم أوجد الله لهم عقولا لا ينازعها منازع، وهم الملائكة، عقول لا تتجاذبها جواذب الهوى ولا تتنازعها نوازع الرعونات، فاختارت طاعة الله تعالى اختيارا لا ينازعها فيه منازع، فهي تطيع الله تعالى بتلقائية طاعة الأكوان للرحمن. هناك من فطر هكذا على طاعة الله، وهناك من أوجد لديه اختيار لا ينازع، أوجد لديه وفطر به وخلق معه اختيار بلا منازع ولا معارض، يختار طاعة الله وهم الملائكة. وقسم أوجدهم الله وأمرهم بالعبادة وابتلاهم بالإرادة، أوجد لهم عقولا تستحسن الحسن وتستقبح القبيح، وأهواء عمية لا ترى إلا ما تشتهي وتحب، فهم بين دعوات العقل الأقعس الأنفس الذي يدعو إلى ما دعت إليه الملائكة التي فطرت بعقل، إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع له والتجرد لجلاله والخضوع لكبريائه، وأهواء تدعو إلى ما تريد وتشتهي. وهذا عالم الإنس والجن. ولما أخضع الله هذه الكائنات الضخمة فأخضعها ليقيم شاهدا لهذا المختار أن الله لو شاء لأخضعك، ليقيم له شاهدا من مرائيه وما يراه، يرى الشمس والقمر والكواكب والسماوات والأرض التي تربو على ضخامته وقوته أضعافا مضاعفة، ثم هي مسلوبة الإرادة تخضع لله تعالى دون أي تردد. وهذا الذي لا ليس بشيء، هو كذرة بل كهباء في فضاء الله وكونه، قال إن شئت وإن شئت، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ليبلوني أأشكر أم أكفر. كان لك الاختيار، لكن ولو شئنا لنزلنا عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله لأخضعهم وأكرههم كما أكره الذي يربوهم قوة واقتدارا، لكنه سبحانه لحكمة أرادها جعلهم مختارين ونصب لهم دلائل وعلامات تسير بهم إلى الله.
منها ما يرغبهم في طاعته ومنها ما يرهبهم من معصيته. قال لهم: ترى الكون الذي كل حولكم هذا الذي يخدمكم يخدمكم بأمري، شوفوا هذا الكون ذا وسخر لكم، هو يعني هو الذي خلقكم، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش، سخر لكم ما في البر والبحر. يعني هذا الكون ذا كله يقول للعباد، الله يقول للعباد: أنا الذي سخرته لكم وبقدرتي قهرته ليكون في خدمتكم تنتفعون به، وأنتم لكم الاختيار، إن شئتم أطعتم وإن شئتم عصيتم، والكون كلكم كله معي. يعني لو شئت أن أسلب عنكم هذه الصلاحيات ذي لا يعجزني شيء. وقالها: إذا أنتم أطعتموني طاعة الكون الذي حولكم استقمتم استقامته وسعدتم سعادته، وإذا أنتم شاكستم إرادتي ضيقت عليكم. ومن ذا الذي يرد الله ومراد الله؟ وما لرد مراد الله إن كانوا، كما يقول الشيخ ابن عديم رحمة الله عليه، وما لرد مراد الله إن كانوا. هو ربنا سبحانه يقولنا: إن أنتم أطعتموني تراني أخضعت لكم الكون الخاضع لي، هذا الوجود كله خاضع لي، وقد أخضعته لكم تنتفعون به، فإن أنتم أطعتموني سعدتم وأسعدتكم بخيرات الكون، وإن أنتم خالفتموني فاحذروا بطشي وأخذي. أول ما أهبط آدم وحواء إلى الدنيا يقولهم كذا إلى الأرض: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيد قطب يقول لفظها هي ضنكا، ضنكا يقول التلفظ بها شوية فيه وعورة، فكيف بحالها الذي تعبر عنه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الواقع الذي يتوعد الله به لا يرده راد ولا يصده صاد ولا يمنعه مانع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لأنه مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض. لما يحدثنا عن نفسه يقول: تبارك الذي بيده الملك، كل الملك الملك. وفي آل عمران يقول: قل اللهم مالك الملك، والملك هو جزء مما يمتلك، أما الملك فهو السلطان والهيمنة. فالله لا يملك الملك، هذا الكأس ملك والعصا ملك، لكن الهيمنة والسلطان اسمه ملك. فالله لا يملك الممتلكات، وإنما الملك كله مملوك لله. تبارك الذي بيده يعني بقبضته السلطان والهيمنة، مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، الملك ما الملك، الملك بيده. فهذا الذي يملك الملك يقول لك: ترى شقاؤك بيدي وساعتك ودعتك بيدي، وانت اختار عاد تكون معي ولا ضدي، تكون معي ولا تكون ضدي، فإن كنت معي أسعدتك وإن كنت ضدي اخترت شقاءك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أول شيء يقولهم بتعيشوا حياة رخية، كلام عام، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تفاصيل لا يضل ولا يشقى تجدها في القرآن. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. رب النعم يبين السبيل إلى سعتها. إذا تريد سعة في النعم فشوف رب مقنن القوانين، هذا قوانين السعادة والشقاء، واضع قوانين السعادة والشقاء، يقول لك الطريق من هنا، لا تدور يمين ولا شمال ولا، هذا هو الطريق، هذا الطريق وما عداه وساوس ترضي الجبان وتصنع الأعذار. الطريق ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، إيش يعني آمنوا واتقوا؟ يعني صاروا أولياء. لو صاروا أولياء، لأن الله يقول لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، يعني لو أن أهل القرى صاروا أولياء لله لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، بركات فيهم في ذواتهم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم إيش؟ قوة إلى قوتكم. يا ما أدري هذه الأمة ذي ابتلي بها القرآن الكريم كيف؟ ترى أو القرآن عربي، وأولى الأسماع تطبيقا به أسماع تفقه، أولى الناس تطبيقا له الأسماع التي تفقه، والعرب هم من يفقهون. ونزلهم بكلام عربي، قل بكلمكم أنتم بالعربي، والعجم ما بيفهموا ذا الكلام، فكأن أقول كلام بينه وبينكم، كان تبغى تكونوا سعداء وأعزة اسمعوا هذا الكلام اللي أقول أحد. وقالهم فصلهم تفصيل جدا أسباب السعادة والرخاء والنهوض والنمو والعزة، فصلها تفصيلا وحبرها تحبيرا قبل أن توجد ترجمات، قبل أن يترجم القرآن إلى اللغات المختلفة. كان القرآن عربيا نزل بلسان عربي مبين يهمس في أسماع العرب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه إيش؟ ذكركم. كنت من زمان أظن فيه ذكركم، يعني ذكركم لله، كنت أظن كذا، كنت أتصور إن هذا هو المعنى، كتابا فيه ذكركم يعني ذكركم لله. ثم أفاجأ بابن عباس رضي الله عنه وهو سيد الأكياس يقول لا لا ما كذا، انت فاهم غلط، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني فيه صيتكم ورفعة شأنكم. هذا الكتاب وسوف تسألون، بيسألكم الله عنه. فالله يهمس، هذا القرآن ذا يهمس في أسماع العرب الذين هم أفقه الناس له وأولى الناس بتطبيقه، ويقول هم هنا الطريق. ولو أنهم أخذوا به واعتصموا بحبله لسادوا الدنيا، لأنه ثبت أنه سابق لكل ما اكتشفه الناس من أسباب السعادة والرفعة، سابق سبق إلى الآن. الآن نحن عاد في الهزيع الأخير من الدنيا ذي، في الهزيع الأخير من الحياة الدنيا تنقضي في أيام احتضارها، والقرآن لا يزال يقول أنا الأسبق، صحيح ولا لا؟ ثبت ذا ولا لا؟ كل ما فرحوا بأنهم وجدوا سببا من أسباب، حتى تصدق هذه اللفتات بالعربي، لفتة
مصعب. المصعب ذا الله تعالى ذكرنا حلمه في سورة الزخرف، أليس كذلك؟ ومعارج عليها، ومعارج عليها يظهرون، معارج عليها يظهرون، وهو يتكلم عن بيوت الذين يعصون الرحمن. في سورة الزخرف يذكر الله تعالى المعارج، المصاعد، وهي المصاعد تو يستخدمون القرآن يذكرها في سورة الزخرف. القرآن سابق لأوانه، يريد بس يعلم هذه الأمة ذي، يقولها سعادتكم وعزكم في استقامتكم على ما في هذا الكتاب، هذا الذي قنن قوانين السعادة وبين أسباب الشقاء، هو ذا الكتاب. اعتصموا بالله، يقول لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إن أردت الأمن والاطمئنان فعليك بالاستقامة على طريق الرحمن. يقول سبحانه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. سؤال، أي الناس أحق بالأمن والأمان والاطمئنان؟ يجيب الله عن هذا السؤال بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم، أي ظلم كان؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء الحقيقون بالأمان والاطمئنان والسكينة. قضية عندكم الساعة كأنها ما تتحرك. هذه الساعة مدلسة. كان حلقي خلص وهي بعدها كم ساعة؟ منين أشوف هذه؟ عشر عشر الأربع. زين التوقيت مع معكم؟ أه؟ بس؟ الاستقامة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ضع في حسبانك إن اللي وعدك بذا هو خالق الطمأنينة، هو اللي بيده الطمأنينة، يقول لك تبى الطمأنينة اللي عندنا، ما طمأنينة الأشباح هذه الظاهرية، الثياب الفاخرة والسيارة الفارهة والبيت، لا، ما هو هذا أبدا. طمأنينة أخرى، طمأنينة وسكينة. يقول واحد من أهل الطمأنينة، يقول إذا كان ثوبي دون قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الشمس. مطمئن واثق هو لأنه مع الله. وإذا كان مع مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض ما يضير شيء بار. الذين حققوا الاستقامة في حياتهم رأوا عجبا من الله. ثقوا بذلك، اللي حققوا الاستقامة في حياتهم رأوا عجبا من الله، رأوا تفاعل الكائنات المقهورة والمأمورة معهم. ثم يحدثنا الشيخ سعيد بن غلبان يقول أعاين تسبيحي بنور جناني فأشهد مني ألف ألف لساني، وكل يعني يسمع جسمه يسبح الله. بأي أذن؟ جسمه خلايا جسمه يسمعها، كشف لسمعه تسبيح خلايا جسمه. بأي أذن؟ بمدد من الله الذي خلق السمع ذا المقصور المحصور على سمع المحسوسات، قادر على أن يخلق فيه قدرة على سمع ما لا يسمع، أليس كذلك؟ ما شك في قدرة الله.
واللي يقول لك لله نواميس، هذا أنا كنت بغى أأجلها حلقة ثانية عن دعاتهم على أبواب جهنم، ويقول لك للكون نواميس ما تتغير، هذا تعبان ذا ما عنده خبر وشي البر. هذا اللي يقول لك لله الله خلق نواميس، من قال لك؟ أين وجدت أن نواميس الله محصورة ما تزيد ولا تنقص؟ في آله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أطلق بلا تقييد. يقول لك الله بين قوسين له قوانين، 1, 2, 3, 4 إلى 20، ما تزيد ولا تنقص، ولا يغير فيها ولا يزيد ولا ينقص أبدا إطلاقا. فإذا جئتني بشيء لم يألفه عقلي، عاد شوفوا القوانين التي يتكلم عنها هي معهوداته اللي هو تعود بحواسه، فإذا جئته بشيء لم تعتده حواسه قال هذا خلاف قوانين الله. أنت من قال لك أن قوانين الله هي مألوفات عقلك؟ من ركب في راسك للمعلومة الغلط دي؟ من قال؟ ما حصرته محسوساتك من مألوفات وسكرت القوس عليه وقلت بس هذه قوانين الله، فإذا أتاك بما لم تألفه ولم تعتده قلت قوانين الله لا تقبل ذلك. من أي كتاب أنت عرفت أن قوانين الله هي معهودات عقلك؟ فالله يحدث ما يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومما حكم أن أسمع المحقق الخليلي رحمه الله هذا وفقهه في المستفيض المشهور المروي الذي يجوز تصديقه ويجوز إنكاره، لا إنكار على من صدقه ولا على من أنكره، أنه سمع طائرا فقال لمن حوله تعرف ماذا يقول ذا الطائر؟ قالوا ايش يقول؟ قال هذا يقول نشوف زيتون ناضي في المزرعة الفلانية، ويحدث رباعته يقول منسير حال، فتعال سبق إليه فسبقوا إليه فوجدوه كما قال الشيخ رحمه الله. قال ربنا فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. عاد السمع يختلف، سمعه يصير سمع ولي يمده الله بأمداده التي لا يعلمها أحد، يعني كل يعطي بقدره، فالذي لا قدر له هو الله يعطي بلا قدر، كل يعطي بقدره. فإذا أعطى الذي لا حد له أعطى عطاء لا حد له، فيعطي السمع عطاء لا حد له. كنت له سمعا، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبصره الذي يبصر به. شوف الاستقامة ترقى بالإنسان على أجنحة نورانية وعلى قدر اتصاله بالله واستمساكه بالاستقامة يرقى، يسعى في داخله بالاطمئنان وفي صدره بالإنشراح وفي حياته بالرضا. قال سبحانه وتعالى عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. شوف قلبه يقول الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ويقول عن صدره فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ثم يقول يتوسع والقلب الصدر، بعدين يتكلم عن الحياة يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة، ثم يتكلم عن أعماله بل عن قرنائه الذين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا. قرناءه الملائكة، ومقارنة الملائكة ما تنتهي، تبقى معه يقارنونه في الدنيا، وبعدين عند الموت يقول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأول ما يطلع الناس يوم الحشر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ويزفهم على الجنة وعند أبواب الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهم في الجنة والملائكة يدخلون عليهم. من هنا تبدأ صحبتهم مع الملائكة في الدنيا ولا تنتهي إلى أن يدخلوا معهم يصاحبهم في الجنة أيضا. ثم لا ظلم، لا يحيون في ظلمة أبدا. قال الله بعد آية الكرسي، العجب منها بعد آية الكرسي،
العجب أنها بعد آية الكرسي، والكرسي إما بمعنى الملك أو بمعنى العلم، على تفسير ابن عباس العلم وسع كرسيه يعني علمه السماوات والأرض، بعدها يقول الله ولي الذين آمنوا، الله ولي. هذه آية الكرسي 50,000 ملك نزلوها، وبعدها يقول الله ولي الذين آمنوا. لا إله إلا الله. وإذا كان الله وليهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصره؟ يا أخي احنا تعبانين جدا، بعيد عن القرآن الكريم، أمة ميتة لأنها بعدت عن كتاب الله. شوف هذه قوانين النهوض، الاستقامة، الاستقامة على ما في هذا الكتاب العظيم الذي طرحته الأمة وراءها ظهريا. ليتنا تمسكنا بهذه القوانين دي. يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، كل الظلمات، ما قال من الظلمة، أي ظلمة، أي ظلمة كانت، يخرجهم من كل الظلمات إلى النور. والنور لم يأتي إلا مفردا، ماشي أنوار نور، لأن النور لا يخفى ولا يتورى. أما الظلمات، الظلمات كثيرة بنتكلم عنها بعدين إن شاء الله الحلقة الثانية. يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا سواء شركا ولا نعمة أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الأصل أن الواحد في النور كذا ماشي، والأنوار تحيط به، كل الكون كذا يشهد أن له خالقا خلقه، ثم هو يتمرد على هذه القناعة الجازمة ويقول لك لا إله والكون مادة. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلب مطمئن، صدر منشرح، حياة طيبة، مقارنة للملائكة، ولاية من الله تعالى، قبول للأعمال. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن الذي عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الصدق الذي كان، إذا استقاموا تقبل الله منهم أعمالهم، إنما يتقبل الله من المتقين. فطمأنينة في القلب، انشراح في الصدر، حياة طيبة، مقارنة للملائكة، ولاية لله، خروج من الظلمات إلى النور، قبول للأعمال، بركات من السماء والأرض. شيء سعادة أعظم من كذا؟ من كمثلي وذا الشراب شرابي، والنبيون كلهم ندماني. من أسعد من هذا الذي لا تو أيضا لا تتحقق أبدا، هذه الأمور لا تتحقق إلا من هذا الطريق، لا بالتخلي ولا بالتحلي ولا بالتزيي ولا أبدا، هذا الطريق الذي بينه الله، يقولهم يا عبادي فاتقون، هذا الطريق الذي بينته لكم هو طريق رفعتكم وهو طريق سعادتكم. الاستقامة على هذه العلامات والدلائل التي رسمتها لكم ستصلون إلى عز الدارين وراحة المنقلبين وراحة المنقلبين. وإن أعرضتم عن ذا فإن لكم الضنك. شوف ضد هذا، ضد هذا، ومن أعرض عن ذكر، شوف القلوب كما تكلم، قلنا آثار الاستقامة على القلب والصدر والحياة والقرناء والأعمال، كذلك ترى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وجاء عند الصدور وقال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال عن الحياة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال عن القرناء
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا ولاية لله، ما ولي، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والكافرين هنا ما يعني المشركين، إن الكفار إذا جاءت كذا مطلقة ما لم تدل قرينة أخرى تخرجها عن الكفر العام اللي هو النعم والمنعم فإنها تشمل الكفرين معا. لما الله يقول فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، الكافرين سعيرا هنا الكافر الكفر كفر الشرك وكفر النعمة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أخرجونهم من النور إلى الظلمات ولا قبول لأعمالهم، أبدا لا قبول لأعمالهم. لاحظ أن هذا الضد، فالاستقامة هي سبب كل خير، والمرء عليه أن يلتمس أسبابها، يلتمس أسباب الاستقامة ويبدأ بإصلاح ذاته وتطهير مواجيده، يطهر عقله من المعايب، ويطهر وجدانه من الشوائب، ويطهر سلوكه من المثالب. العقل فكرا، والقلب اعتقادا، والروح وجدانا، والبدن سلوكا وأخلاقا، عشان تتكامل استقامة. العقل فكرا، والقلب اعتقادا، والروح وجدانا، والبدن أخلاقا وسلوكا، وكذا تتكامل صورة الاستقامة. كله يحتاج إلى ترقي في العلم، ترقي في العبادة، ترقي في المصاحبة، ترقي في المطالعة. يحاول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجد ويجتهد في أن يترقى ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويضرع إلى الله ويلجأ إليه ويتقرب إليه بالنوافل توسلا إليه، أن يأخذ بيده إلى ما يحبه ويرضاه. يجد ويجتهد كي يستقيم حقا وكي يكون، وما يقبل أبدا بدرجة. ترى مراتب مراتب، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، فاجتهد في أن تكون سابقة. وإنني لا أعرف الحد لما، يقول الشيخ أبو مسلم رحمه الله، وإنني لا أعرف الحد لما أستطيع أن أنجزه من العلا، ما أعرف حدا أبدا، ما أعرف حدا أبدا. ولذلك تشوف أذكار هذا الرجل تتعجب، الجلسة واحدة ساعتين في الذكر الواحد تصاب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك، الله فارغب. جد اجتهاد وتشمير إلى أن يصل للمراتب العليا اللي وصلها المحقق الخليلي وغير المحقق الخليلي، ممن الواحد يرى نفسه لا يساوي قلامة ظهر أحدهم. جد يجتهد ويشمر. وإذا انفتحت أبواب هدى فاعجل لخزائنها ولجي، لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج، فهناك العيش وبهجته فلمبتدئ.